5. ده هارد الديرة عميل جايكو البرشنك اللي هو طارد من على الهارد واحتاج الداتا جدا. بيقول ان الهارد كمان حاول يركبه على جهاز كاسليف ولكن الهارد مفيش بارتيشنات بيهنج الجهاز تقيل جدا وبيخلي الجهاز التاني يهنج كمان. اول حاجة طبعا ان انا هعمل سكين على الباد سيكتور اشوف في باد سيكتور اصلا ولا مفيش ممكن يخلي الجهاز يهنج لما يركب عليه ولا لا. من بداية نص جيجا اهوت بدأ يجيب باد ادي بادة حمرا ديت بدل ما نقول في الاول تعرف ان هو ممكن ياثر على الفايل سيستمز بتاعت البارتيشنات بتاعتها سواء بقى الماستر فايل تيبل سواء بقى الدي بي ار سواء الام بي ار ممكن يخلي البارتيشن ما تفتحش اصلا بسبب بدل الموضوع على المنطقه الامانيه خالص دي. بارتيشنز طبعا ان مفيش بارتيشنز على الارض وقال لي فريز بيس شايفين الاخضر فريز بيس مفيش برضه بارتيشن. حاول مره ثانيه بس كذا مره مفيش اي حاجه خالص تاكد كده ان مفيش بارتيشن اصلا في الارض. نتيجه طبعا ان في موجود في باد سيكتورز في اول الميديا او ممكن في نص الميديا ممكن في اماكن متطرفه في الميديا ممكن يخلي ان الهارد اللي متركبه على جهاز سليب يهنج. تحاول تجيب الداتا ما تقدرش لان الجهاز نفسه مش هيخش يعني الجهاز الرئيسي انت هتركب عليه الهارد ده سليب مش هيخش ده الوقت كبير جدا عشان يخش ولو دخل وحاولت الكابير هيجي عند بدا ويقف يهن الجهاز كله. فبسبب كده هو لازم يجيبوا لاي فني صيانه عن الجهاز عشان يعرف يجيب الداتا. طيب انا كده بالنسبه لي خلاص عرفت ان هو كده ما انا هحاول بس ايه اعمل هيكس ايديت اشوف فيه داتا ولا لا. في شايفين ده اسمه الام بي ار بتاع الميديا كلها موجود سليم. اذا طبعا المشكله اللي عندي مش موضوع لان الام بي ار ده بايظ لا موضوع ان انا عندي باد سيكتور مأثر على الام بي ار ده. طب مثلا نشوف 63 اللي هو الام بي ار بتاع البارتيشن سي. بص شوف 63 موجود. طيب انا ممكن اعرف طبعا سيكتور 0 اعرف ان البارتيشن بتاعتها موجوده دي ان انت اس ولا فات 32. طيب شايفين 0 سي شايفين 0 اف دول تحت بعض دول ده بيقول لي ان البارتيشنات اللي موجوده دي فات 32 مش ان تي اف اس. طبعا حد انت تحب شرح الحاجات دي موجود بس طبعا هيبقى طويل شويه شرح كل قطعه من هنا بداية السلندر ونهاية السلندر بارتيشن سي، نهاية السلندر وبداية السلندر بارتيشن دي، نهاية السلندر وبداية السلندر للإي والإف والكلام. طبعا ده إيه؟ ده السيجنتشر 55 إيه. طيب أنا بالنسبة لي هعمل السهل طبعا سكان لوست بارتيشن. ممكن أختار بالسيكتور هيبقى بطيء بس هيبحث يعني دقته أعلى أو سلندر سريع بسرعة لو حاجة بسيطة. طبعا أنا بالنسبة لي هبحث بسرعة. سكان ده أول بارتيشن جابه. اهو بيبدأ من 63 زي ما انا كنت باحث اللي هو السي. شايفين فات كام؟ فات 32
اعمل يس بيقول لي تاني خد بالك ان في بارتيشن تاني اهوت بيبدا من اول 97 مليون اهو بارتيشن ثالث اهو بارتيشن رابع اهو طبعا هنا شايفين الفلاج بتاعه 0 سي في المنطقه اللي انا قلت لكم في الاول خالص. طبعا الدي اف ال هيجيب كل البارتيشنات دي وهيظهرها لك على البفر على الرام مش هيكتب حاجه في الام بي ار في سيكتور 0 ولا في سيكتور 63 ولا في اي حاجه لان ممكن نسبه كبيره جدا تبقى المنطقه دي عليها باد لو هو حاول يعمل اعاده كتابه السيكتورز نفسه من السيرش على الاماكن ديت وفي ايرور في المكان ده مش هيكتب ومش هتشوف بارتيشنات ومش هتشوف داتا فهو بيعمل كل ده على البفر بتاع الجهاز نفسه. انا بحدد طبعا البارتيشنات اللي انا عايزها تظهر على البفر اهو هدول الاربعه هم دوس كليك كده شايفين طلع الشورت الاخضر ده باين ان البارتيشن الاولاني مثلا 46 جيجا والثاني 298 والثاني 290 والثاني والثالث 288. طيب طبعا انا بالنسبه لي السي ده مش مهم قوي مش هنلاقي فيه حاجه يعني مفيش حاجه في الاساس الثاني اهو شوف الداتا كلها موجوده الداتا كلها موجوده الداتا كلها موجوده بدون اي بحث بدون اي حاجه خالص. طبعا هتلاقي بقى اماكن فيها باد فانت طبعا بتبقى بتاخدها طبعا بالسلو مود مش الفاست مود يعني مثلا يعني اي حاجه مثلا من بالي انا كنت عايز مثلا فرصات ازاي تقيل عشان البدل ما ممكن يبقى هكمل على اللي انا مثلا ما نسختوش قبل كده الله تقول وقول له سكيب يحب طبعا يكمل على كل هيسيب الحته اللي انا كبرتها قبل كده ويكمل بقى عليها هيقف عندها ويحاول يعملها ري هو يقراها مرة او اثنين او ثلاثة حسب ما انت مصمم حسب ما انت بتختار في البرنامج ساعات بيبقى ده اوتو في ريكفري فايلز بيبقى اوتو كمان الكلام ده ممكن تعدله في الايمج لو انت بتاخد ايمج ممكن تعدل عدد الريترايز قد ايه مرة مرتين ثلاثة اربعة حسب ما انت عايز